السلام عليكم شباب، مثل ما تشوفون وعدناكم بجس المحل وتومي هافجر، فحاليا وصلنا وخلينا نروح جوبه ونشوف ان شاء الله. تفضلوا معنا. مثل ما تشوفون شباب، احنا حاليا بالمحل، وطبعا بهذا المحل راح تلقى مجرد الماركه مال جس، يعني ما تلقى ماركات ثانيه، مجرد هذا المحل مختص بجس. طبعا اكو للرجال واكو للنساء واكو للاولاد. نراويكم شوي، ناخذ فكره عن الاسعار. هذا ردن طويل نسائي، سعر ما بي لا تنزيلات، 60 دولار ويا تاكس 65 80. طبعا شباب تلقى الزي الكامل فوق والجوه. ناخذ فكره عن السعر. هنا عندك 74.99 بلس تاكس، طبعا يعني يصير 80 85 ممكن مع التاكس. وهاي القطعه تجي لوحدها، والقطعه الثانيه طبعا سعر مختلف. هذا السعر 64، فالجو يختلف عن الفوق سعر. طبعا مثل هيجي قمصلة تكون نسائية، شوف السعر 170. اكو طبعا الوان. طبعا صرنا هسه بخانة الرجال، تلقون مناظر، احزمة، بناطير. نتقرب شوي ناخذ فكرة عن السعر. كل واحد مدني تقريبا سعره 85 دولار، شيء اصلي يعني، يجي اكثر اقل حسب المعايير. طبعا هسه احنا جو شتوي، فسترة تفيدكم اذا تجون. وهاي سترة 65 دولار. هم انا تلقى القمصان الشتوية، مثل ما تشوفون قمصلة 130. طبعا شباب هاي القمصان اللي يكون ردنها قصير مثل هيك شيء، عندكم هذا يكون قد سعره 32 بس معطيك عرض هنا. اذا تشتري واحد الثاني يجي بشنو 50% ينقصوا لك اياه تنزيلات. تشتري واحد والثاني يجيك 50%، يعني اول واحد يطلع عليك يطلع 32، ثاني واحد 15 دولار. وطبعا شباب تلقونها مزي كامل مثل ما شفنا للنساء، بس هذا للرجال. عندك الوان اسود تقريبا نفس السعر 75، ويجي بنطل البنطلون. عندك احمر ابيض، هذا احمر وهذا ما تدور، يعني تراك سود كامل تشيل الجيم للرياضه. اذا تريد قمصلة جلد موجوده جس، طبعا 96 بوحده. طبعا شباب تلقون هم انا ابو الردان الطوال، قمصان هم انا للطلعه، هيجي شي 70 دولار. سوين تنزيلات. تلقون همنا للأولاد الأطفال شيء 35 ماركت جاس. خمسة 25% نقص لكم السعر. تلقون همنا جاكيتات للنساء، صغار وطوال.
شكرا لكم شباب على المتابعة، إن شاء الله أروح المحل الثاني لتامي. طبعا شباب هسه خلصنا من جس وراح ندخل بتامي، تامي هيلفيجر تقريبا نفس الشيء بس تامي شوية أسعاره شنو أغلى شوية. لنذهب. طبعا شباب هسه احنا دخلنا بالمحل تامي هيلفيجر، ناخذ سعر عن فكرة عن السعر $75. تومي اصلي قياسات موجودة، هذا شيء ضد المي، ضد المي والتربة. اني ملابس شتوية يعني قمصان وردانهم طوال $80. تسوي تنزيلات 40% اوف، يعني نقصوا لك 40% من السعر. طبعا الوان واشكال بني اللي بيهم كلاو هم. شوفون هذا المحل وهاي الأسعار، ناخذكم خبر. طبعا هسه المحل مسوين تنزيلات كله لأن جايينا المناسبة يسموها كريسمس، يحتفلون بالمسيح. فمثل ما تشوفون الملابس كلها عليها شنو تنزيلات. فكرة عن الأسعار شوية، مثل شيء 150. لبسان وجنط، هيك جنطة تومي هالفيجر $60. مثل هيك 110. طبعا اكو همين للرجال للنساء، وهذا المحل مثل جس تقريبا يكون مختص بملابس فقط لتومي هيلفيجر. طبعا الاسعار مبينات كلهن، تنزيلاتها من فوق كلها 50%. قماصر شتوية نسائية، ناخذ فكرة بالله عن السعر 240، ويا تاكس تطلع هاي ب 260 270. طبعا شباب هسه حاليا خلصنا، ومثل ما تشوفون هذا اخر محل تومي. فحبينا نشكر الجميع على مشاهدة الفيديو وتابعتكم لنا خطوة خطوة. طبعا شباب هسه حاليا بهذا المحل وينرز، بهاي الخانة اذا تجون وياي راح نشوف هسه القماصر، القماصر الشتوية. طبعا بهذا المحل وينرز يعني تلقى انواع الماركات. طبعا الماركات اللي مثلا ما نباع بالمحل الاصلي راح تلقاها هنا، مثل اعطيكم مثال بسيط، ماركة ريبوك شركة اصلية معروفة. واذا تشوف بالسعر يعني عادة الريبوك اذا تروح المحل العادي يبيعوها $90، هاي هو $90، بس هنا بهذا المحل راح تشوف السعر 9. طبعا اكو قماص الهمنة بها ماركات ونوعيتها اقوى واغلى، قماشها ارتب، مثلا شوف هنا البوينت زيرو، بوينت زيرو معروف قمصة شتوية وللمطر، اكو بين اقوى همنة يكون للجبال للطلعات.
عندك هذا شنو؟ هذا تومي هيلفيجر، طبعا ماركة معروفة تومي هيلفيجر. والسعر نعطيك سعر الخمسة لتومي هيلفيجر، يعني بالأماكن العادية إذا تروح المحل بس تومي هيلفيجر ب250. 250 طبعا بالنسبة للقمصة الغالية، بس إذا تيجي لهنا هذا المحل وينرز تلاقيها ب120، يعني توفر على نفسك $100 تقريبا. M يعني medium، L يعني large، S يعني small. عندك هنا كمان بناطير، ناخذ فكرة عن السعر. مثلا هذا القميص إذا بالمحل العادي ينباع ب$80 الكومبيربل، بس يقول لك بهذا المحل 39. طبعا خلوا بالكم يجي ورا $39 ضريبة عليها 13% تاكس اونتاريو، يعني يصير 45-47% تاكس. مثل هيجي عندك مثلا بنطلون ويا القميص، تاخذ بنطلون هم شتوي. هذا البنطلون السعر مثال مات $50 اذا بالمحلات العادي، هنا بتلقاه $30. تمام، هنا اكو بعد ملابس شتوية. كل الاسعار اي واحد تاخذه من هذا يبلش سعره 19.99 بلس تاكس. اذا نكمل لهنا شوية، هاي ماركة معروفة تومي هيلفيجر، هذا القياس ميديوم والسعر يعني لا بأس. اذا تباوع السعر بالمحل التومي 95 يعني يطلع $100 ويا تاكس. واذا تشتري هنا يعني تقريبا نص سعر بطيك 49.99. طبعا هنا تلاقي التيشيرتات يعني اللي نص ردان، يعني مثل هيك قميص قياس ميديوم تومي هيلفيجر. اعطيكم مثال على السعر بالمحل العادي 35، هنا ب $19، يعني توفر على حالك على قدر الامكان. اذا نيجي لهنا كالفن كلاين، طبعا كالفن كلاين ماركه معروفه عندنا هنا بكندا يلبسوها هواي. هيك قميص كالفن كلاين ب$60، هنا ب 29. واكيد هذا الكالفن كلاين الماركه هاي وغيرها، وديزل كمان معروفه. عندك جس معروف، اكيد اني ماركات يعني موجودات عندكم ببلادكم، فخبروني طبعا بالتعليقات ايش قد الاسعار عندكم. يعني مثل هيك قميص جس قياس سمول، هنا عندنا ب $19 $20 تحصله. ايش قد عندكم ببلادكم مثل هيك قميص تقريبا يصير؟ خبروني بالتعليقات. طبعا هنا عندنا البناطير البنطلون، واذا تلاحظون الارقام اللي فوق البنطلون تكون هو القياسات، يعني 28 40 36. مثلا اذا ناخذ هذا البنطلون، مو بنطلون، هذا شكل يسموه هنا جوجينج، يعني لا هو بنطلون لا هو بيجامه، تطلع بيه تركض، تطلع بيه مثلا للجيم، تطلع بيه تمرينات. عندكم مثال على السعر، لان هذا ماركه جس لوس انجلوس ب$60 عاده، بس بهذا المحل 39 بلس التاكس، يعني يصير 45% تاكس تقريبا. مثل ما تشوفون هنا البناطيل، اكو جينز، اكو انواع هيك جينز، يعني عندكم اكيد هناك معروف الجينز فرنش كونكشن، اذا نباوع على السعر عاده ينباع ب 68، بس بهذا المحل تلقاه ب 35 بلس التاكس. يعني الواحد اللي يوفر على حاله لازم يحسب هو الماركة اللي يريدها. ومن يوصل لهيك محل، طبعا هذا المحل بأنواع الماركات، يعني من نوعها جس تومي هيلفيجر. ليش انا جيت لهذا المحل؟ لان بي اللي انت تريده تلاقي انت تريده، وبسعر لا هو عالي لا هو ناصي، يعني يعطيك سعر متوسط. موديل مو 100% حديث، موديل شويه سنتين رايح موديله، فيجي لهذا السوق. طبعا شباب اذا نفتر من هاي الناحيه راح نلاقي القمصان اللي ردانهن طوال وشتوي، ويسموه هنا سويتر، يعني ابو الكلاود انا اسميه. لاحظ شوي الماركات مثل هاي فالكون، عندك $50، يعني لا بأس، قماش زين، قماش قطن زين يدفيك وتلبسه جو القمصله، او اذا جو كلش بارد تلبسه وحده. عندك فرنش كونكشن هم نفس السعر تقريبا 40. عندكم مثلا هنا في لبس
شتوي ماركة معروفة سعر مناسب من 60 دولار إلى 30 دولار يعني هذا الشيء بصراحة يعني أنا ممكن أشتري هيك شيء ألبسه جوا القمصلة بالشتاء. طبعا بهذا المحل تلاقي هم أشياء للبيت، أغراض للبيت، ملابس لأولاد، ممكن تلاقي هم أنا لعب للأولاد أنواع وأشكال. طبعا تلاقي اغراض للحيوانات والعاب للحيوانات هم. اشياء مال البيت، مخدات، بطانيات، لحاف، ستارة، اشياء للحمام، خوليات. طبعا هسه احنا قريب ما يكون شنو اللي يسموه كريسمس، ف دائما يخلون شنو المناسبات اللي بالشهر او بالاسبوع اللي جايه يخلوها طبعا معرض للمحلات لان الناس تكون راغبه لهالشيء لان هاي الاشياء جايه فيشتروها. طبعا عندكم هم الاحذيه للاولاد للرجال للنساء. طبعا اراويكم شوية ملابس الاولاد ونعطيكم فكرة عنها مثل تشي عمر 4 سنين تقريبا اديداس تشي تلقى سعره 50 مقارنة بهذا المحل 39-40. طبعا اكو اشكال للولد وللبنات للأطفال الكبار. هذا المحل هم من تلاقون جنط سفر هم من تكون أسعاره يعني مناسبة مو كلش غالية ولا رخيص. وأكو اللي تريدوه مثل الأحزمة، أنواع الأحزمة والماركات كالفن كلاين، بافالو، كولومبيا، جاس، تومي. طبعا دني أسعارهن ظاهر الواحد كله ب20 دولار، كلهن كل واحد على 20 دولار. تلاقون همنا هنا المحفظات، محفظة جازدان يحطون بيه الفلوس، الكريدت كارد، هيك شي يعني ماركة مال تومي ب24-25 دولار. اكو انواع، اكو تشامبيون هنا عندك روت، تلقى ستيفن ميدن، كله تقريبا على 15-20 دولار. طبعا شباب هذا المحل يبيع كله اغراض اصلية يعني ماكو شي بفيك، كل اغراض اصلية واما جاية من معرض اكبر اللي ما انباع بضاعته او جاية من معرض بطيء البيع لبضاعته سنة ما تراحت فيخلي لكم اياه بهذا المحل مع انه هو جديد ما ملبوس. يعني مثلا هاي السترة القمصلة الشتوية اذا تروح للمعرض العادي قبل ما تجي لهذا المحل 60 دولار مثل ما تشوفون هنا، بس هنا يقولوا لك احنا بهذا المحل 40 دولار. فيشترون البضاعة اللي ما انباعت واللي ما مشت يجيبوها لهذا المحل يرخصون شوية بالسعر بحيث الناس ترجع تشتريها. رايكم نعطيكم مثال طبعا الملابس النسائية شوية البناطير مثل ما تشوفون هاي بناطير نسائية أسعارها ما تجي البنطلون ب30 دولار.
قمصان ستارة مثل هالشي، نشوف بس السعر. ما ادري وين السعر هذا مختفي. يطلع يعني تقريبا 30-35 هالشي، اذا نباوع الفشي اللي بصفه 30-25. طبعا هاي بعد انواع واشكال بهاي الخانة، تلاقون مثلا 29 سعره منزلي، من تشوف شيء احمر يعني مطي فاينل سيل يعني اخر سعر 24 منزلي له 6 دولارات. اذا تلاحظون هاي القطع الحمراء مكتوب كليرنس، هاي يعني معناته هاي البضاعة كلها يريدون يخلصون من عندها، بحيث مطيك اخر سعر عليهن. وحتى بعض البضاعة يقول لك اذا تشتريها بعد ما تقدر شنو، بعد ما تقدر ترجعها. فشوف شلون مخلين قطع عليها حمر، يعني الاسعار مرخصي لك اياها، يعني هاي من 25 دولار مسويها ب 15، فمرخصي لك الاسعار ومسوي لهم كليرنس يعني اخر تنزيلات يريدون يخلصون من عندهن. طبعا شباب انا حبيت اشكر الجميع على المشاركه والمتابعه والتعليقات والاشتراكات والاعجابات اللي تسووها على الفيديوهات، اشكركم شكر جزيل. وان شاء الله طبعا الفيديوهات كل ما نتقدم كل ما نسوي شيء احسن ونرتب لكم اياه احسن. اي شيء تطلبوه احنا من الخدمه بس كتبوا لي اياه بالتعليق، واي نوع فيديو يعجبكم نسويه ان شاء الله ما نقصر وياكم. شكرا جزيلا شباب، وتحياتنا ونشوفكم بخير.